بالظبط. كابتن انت عارف انا عمال اشوف الدوري السعودي جايبين مدربين يا كابتن طبعا بملايين الدولارات، بيضربوا جارسيا ونونو سانتو ده، ولا كان بيضرب ويفرهامبتون ده في الدوري الانجليزي، وجايبين لعيبه لعيبه يعني ايجالو وجوميز قبل ما يمشي ويروح جالاتا سراي بص يا لا خالد يعني وثمان ثمان لعيبه كابتن بما محترفين، فيهم وراحوا كاس عالم. ما احنا عمالين نقول ايه لازم نقلل المحترفين، لا لا عشان لو قللنا المحترفين الكره في مصر هتتطور. بص يا خالد، لو جبت احسن مدربين في العالم واحسن لعيبه زي السعوديه في العالم وما عندكش نظام او لوائح بتطبق على كل الانديه مش هتنجح. هم اول حاجه عندهم اهم حاجه عملوها النظام الدوري السعودي، عشان كده ودخول الملاعب طبعا والجمهور طبعا، لكن النظام واللائحه بتطبق على الجميع خلاص بتخلق هتنجح. كوره حلوه منافسه قويه منافسه، وانا نازل الملعب عارف ان انا مثلا ايه في حكم عادل هيحكم لي، النادي الاهلي نزل في حكم عادل هيحكم له. هم اتجهوا على فكره للحكام الاجانب اكتر في الدوري السعودي. احنا عايزين طول عمرنا عايزين بنقول ايه، احنا عايزين العدل بس. يعني ما هي المنافسه طول عمرها زمالك اهلي اهلي زمالك، خليني اكلمك بكل احنا عايزين المنافسه تبقى كويس. انا عايزين ست فرق ينافسوا على الدوري على فكره يا كابتن. في حكام بتيجي على لعيبه الفرق الغلابه يا كابتن خالد، وانا عارف بتتكلم معاهم باسلوب ما غير ما يقدرش ما يعرفش يتكلم كده مع لعيب زمالك او اهلي. خلينا نتكلم بصراحه، بيجي على الناس اللعيبه ويشوح له، لا خليك لا تشوح ولا بتاع، انت حكم ماسك صفاره بتحكم، احكم بالعدل اول حاجه. في قرار بتديه، انذار بتديه للواحد وهو مبتسم، مش اللي انت مش خناقه هي. فلازم اهم حاجه النظام، تطبيق اللوائح على الجميع وعلى الكبير قبل الصغير. صحيح.